عن إنجازات الشركة. إنجازات الشركة، إحنا بالفعل في مشروعات عملناها وتم تسليمها تقريبا من 2016 و2017، وإحنا قمنا بتسليمات في زهرة عجيبة، في شركة اتعاوننا مع شركة الريف المصري وبالشراكة مع الحكومة الكويتية، تمام، يعني في بروتوكول. تمام، في بروتوكول طبعا كان تم وتم تسليمه فعلا الحمد لله. بنقوم بتنفيذ مشروعات صناعية واستثمارية from beginning طبعا، تمام، بنقوم بعمل مقاولات الدفاع المدني وتسليمها طبعا للحماية المدنية. شق الاستثماري او الصناعي شق لن ينتهي فيه الكلام، يعني تمام، احنا واخدين ده حقيقي. كذا محتوى لتنفيذه كشق صناعي او كشق استثماري. طيب، يعني طب ايه المشروعات اللي بتميز الشركة عند حضرتك؟ هقول لحضرتك على حاجة، المواطن المصري كله او كلنا عموما بما فيهم حضرتك وانا وكلنا بنبحث عن حاجتين، عن جودة عالية قوي واسعار متوسطة نقدر ان احنا نتعامل بيها. احنا طبعا الغلاء اللي احنا فيه دلوقتي احنا يسرناه شوية، عملنا تسهيلات مادية، عملنا ازاي؟ تمويلات، يعني ان احنا نقدر نقسم مثلا المقدم مثلا لنخفضه شوية، بيوصل تخفيضه ل 50% و60%، تمام، نقدر نعمل تمويلات عقارية. في ناس كتير قوي بتبقى تمويلات عقارية. تمويلات عقارية طبعا، طبعا بشروط فرضها علينا. انا قصدي التميز في شركات استثمار عقاري كثير، تمام، طبعا وتنمية سياحية كثير، طبعا تمام. ايه اللي يميز، انا كمحمد العمراني مثلا، ايه اللي يميز اللي انا اجي شركة حضرتك ما اروحش للتانية، ما اروحش والله. بص، للتالتة؟ التسهيلات يعني لازم يكون في حاجة مميزة عندك اللي عامل يبقى عندك. بص يعني انا مثلا من الشركات القليله قوي اللي بتعمل استلام مبكر، بيوصل لشهر وشهرين استلام مبكر. استلام مبكر. استلام مبكر، انا برضو بعمل خدمة ما بعد الاستلام، ودي بتبقى خدمة أهم من إن أنت بعت الوحدة أو إن بعد أنت سلمت الاستلام طبعا، أو إن أنت سلمت المشروع بمعنى وخلاص. يعني أنا دلوقتي مثلا عملت مشروع قمت بتسليمه، أنا ما وقفتش، أنا خلاص ما وقفتش إن أنا وصلت البروجكت أو المطلوب مني للمستثمر كصناعي أو استثماري، لا أنا ببدأ. طيب فيما بعد، فيما بعد أنت عندك حاجات كتير قوي. طيب عندنا كاستثماري مثلا، عندنا بيبقى فيه تسجيلات عقود، بيبقى فيه شركات كهرباء، بيبقى فيه شركات مياه، بيبقى يعني كتير. انت قصدي حضرتك صناعة الجزء الخدمي بالظبط بيبقى مع حضرتك، يعني بالظبط. بعد حتى ما فيما بتسلم بعد المنشأة او العقار الصناعي نفسه يعني. كذلك طبعا، من رخص تشغيل، لان انت ما بتسلم منشأة صناعية ما بتقفش عند البنى، لا انت بتقف عند ان انت تشغل المصنع ده. طب تشغله ازاي؟ لازم بيبقى فيه اجراءات حكوميه كتيره قوي مطلوبه عشان المصنع ده يشتغل ويطلع للنور. هل بقى في تسهيلات من الحكومة نفسها؟ كتير بصراحه. بص، الحكومه بتسعى لا تكل، دي مع حقيقه. الشركات. دي حقيقه، يعني الحكومه بتسعى كتير. يعني احنا مثلا زمان الاجراء اللي كان بياخد شهرين وثلاثه واربعه، لا بقى ياخد وقت اقصر بكتير من زمان. ولما بنتوجه يعني لدرجات عليا بنلاقي منهم كافة الخدمات. يعني مفيش أي معوقات بتواجه حضرتك؟ بص، هو في معوقات أكيد، بس دي عايزة حلقات كتير قوي عشان نتكلم ده فيها. وعد منك بس نسيت حلقات إن يعني. شاء الله يا رب، إن شاء الله إن شاء الله. كلمينا بقى عن الزيادة السكانية، زادت في السنوات الأخيرة؟ بص إحنا قدرت الشركة عند حضرتك اللي هي مثلا والله إحنا قدرنا، بس هو في مشكلة بسيطة قوي إحنا بنواجهها. إيه هي؟ اللي هي إن أي حد مثلا اشتغل هو عايز يسكن قريب من الوادي الاخضر. بمعنى ايه الوادي الاخضر؟ مش جناين يعني وكده، لا اقصد ان هو يكون جنبيه كافه الخدمات، يكون كان جنب شغله، عايز يحقق معادله ان هو يكون قريب من شغله، يكون جنبه كل حاجه وهو بيتحرك، الماركت والكافيه والسوق التجاري وكل حاجه. بس احنا فعلا محتاجين ان المواطن المصري يستوعب ان طبعا بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدن الكتير اللي اتبنت امر ان هي تبقى نموذجيه للعيش او التعايش فيها. بمعنى ان دلوقتي المشروعات اللي في الصحراء تمام. هي معمره بالكامل، انت يعني المواطن لو جه يقعد فيها في مشروعات صحراويه، سواء في طريق اسكندريه الصحراوي، سواء في العاصمه الاداريه، كل الكلام ده بقى مجهز على اعلى مستوى جنبيه كافه يعني الخدمات. أنا